حسب فاليو بولز. فما انت في السيستم ده عشان عندك البول ده والبول ده جيهم بعد الزيرو حصل الشكل ده صح؟ تخيل لو البولز كانت قبل، كان السيستم هيبقى عامل كده، هيجي بول بعد كده بول بعد كده زيرو، تمام؟ هنا هيحصل اوسيليشن؟ مش هيحصل اوسيليشن، تمام؟ فهو فعلا ال هيحصل رينجنج ولا لا، او السيتلينج تايم والحاجات دي كلها معتمده على اماكن البولز، تمام؟ طب نعيد بسرعه تاني عشان الباشمهندس اللي هيصور. احنا النهارده هنتكلم على الفريكونسي ريسبونس. احنا قلنا لو احنا عندنا اي سيستم دخلنا عليه امبلس، المفروض ايه اللي هنشوفه؟ ممكن نشوف كذا حاجه. لو طلع معايا شكل زي ده معناه ايه؟ معناه ان حصل رينجنج في السيستم، في التايم دومين، ده التايم دومين بتاعي، هلاقي ان حصل اوسيليشن او رينجنج. ده بسبب ايه؟ لو انا بصيت لها في الفريكونسي دومين هلاقي ان في بيك حصل هنا، تمام؟ البيك ده على طول بيعمل انستابيلتي في السيركت. حاجه تاني، ممكن لما ادخل الاقي تو سيركتس طلعوا لي، واحده في التايم دومين برضو بياخد وقت على ما يسيتل الفاينل فاليو، واحده بيعمل سيتلنج بسرعه. ايه الفرق او ايه اللي هياثر في سيتلنج تايم؟ الباندويتس لما احولها للفريكونسي دومين، تمام؟ كل ما الباندويتس يبقى اكبر كل ما السيتلنج تايم يبقى اسرع. طب وحاجه زي كده قلنا بنمثلها بايه؟ باماكن البولز والزيروز. فانا عندي هنا ده بسميه الاي في دي، او اي رقم يعني اي سيمبل، خليه اي في مثلا اهو ايه. فده كده الدي سي جين، الجين عند زيرو فريكونسي، تمام؟ او عند فريكونسي قليله قوي. وبعد كده بحط اماكن الزيروز فوق واماكن البولز تحت. اماكن طبعا الزيروز ممكن تبقى بلس او ماينس، وهنقول كل واحده فرق بينها ايه، والبولز نفس الكلام. لو انا مسكت اول واحده اللي هي دبليو زد 1، فانا عندي هتبقى اس. لو انا عايز اجيب مكان الزيرو بعملها ازاي؟ باخد 1 زائد اس على دبليو زد 1 واساويه بالزيرو، فهلاقي ان اس هتطلع ماينس دبليو زد 1، تمام؟ ماينس يعني ده على الليفت بلين، فانا كده على الليفت هاف بلين. الزيرو اللي على الليفت هاف بلين بتعمل ايه؟ اي زيرو عندي هتلاقيه دايما في ال، احنا هندرسها كماجنتيود وكفيز، فاي زيرو عندي على طول هتزود الفيز ب 20 دي بي بير ديكيل، فهلاقي ان الليفت هاف بلين زيرو هتديني بلس 20 دي بي بير ديكيل، وهتديني بلس 90 ديجري، او ان هي هتزود الفيز ل 90. ازاي؟ لو انا هنفترض ان الزيرو دي ليفت هاف بلين زيرو، تمام؟ فكماجنتيود زودت كده 20 دي بي. كفيز هلاقي ان عند المكان الزيرو ده هلاقي ان الفيز نزل، لو كان هنا كده زيرو نزل لماينس 45، وبعد كده هيقعد يقل. يعني هو هيبقى كده مثلا هيقعد يقل لغايه لما يوصل لناقص 90، تمام؟ ده لو رايت. لو ليفت هيبقى العكس، هيزيد، تمام؟ فده الكلام ده لو رايت هاف بين زيرو. بس المهم ان الكونسبت اللي انا كنت عايز اوصله من الرسمه دي ايه؟ ان انا عند مكان الزيرو بوصل ل 45 ديجري، سواء في الكيس دي هزيد 45 ديجري، وبعد كده هيكمل زياده لغايه ما يوصل ل 90 ديجري، تمام؟ ولو رايت زي اوميجا زد 2، اوميجا زد 2 دي هلاقي ان اس هتساوي اوميجا زد 2، فدي رايت هاف بلين زيرو، دي برضو هتديني 20 دي بي بير ديكيد، وهتقلل الفيز بناقص 90 ديجري لغايه ما توصل ناقص 90 ديجري، تمام؟ وبرضو عند مكان الزيرو بالظبط هنزل لغايه ناقص 45. طب بالنسبه للبولز، انا عندي هنا تو بولز، اوميجا بي 1 واوميجا بي 2. عندي اس هتساوي ماينس اوميجا بي 1، فده رايت هاف، ده رايت سوري، ده ليفت، ده ليفت هاف بلين زيرو بول. ده هيديني ايه؟ اي بول بيدي على طول ماينس 20 دي بي بير ديكيد، تمام؟ الليفت بول بيدي ماينس 90، ماينس 90 ديجري، برضه بنفس الكونسبت، ان عند مكان البول بالظبط بنزل ل 45، وبعد كده بيقعد يقل لغايه لما يوصل لماينس 90،
الرايت العكس، الرايت اللي هي اس هتساوي اوميجا بي 2 اللي هو الرايت هاف بلين بول، برضه هيقلل ماينس 20 دي بي بير ديكيد، بس هيزود الزيرو ب 90، هيزود سوري الفيز ب 90. تمام، فده كده الاربع كيسز اللي ممكن اقابلهم في الترانسفير فانكشن بتاعتي. طب ناخد مثال، لو انا عندي ترانسفير فانكشن اي في نود 1 زائد اس على 1000 طب من هنا عندي ليفت وده رايت وده هيبقى ليفت وده ليفت. تمام، قبل ما عايز ارسم البوت بلوت بتاع حاجه زي كده ابتدي بالماجنتيود، فانا عندي الماجنتيود هبتدي بإي في نود، الارقام اللي عندي ايه؟ 10 1000 10 باور 5 10 باور 7 10 1000 10 باور 5 و10 باور 7. طب الجين هيفضل ماشي عادي، بعد كده ال 10 دي عباره عن ايه؟ بول هتقلل لي ماينس 20 دي بي، فده كده ماينس 20. تمام، بعد كده هقابل 0 عند ال 1000، ال 0 هتعمل ايه؟ بلس 20، فماينس 20 بلس 20 هرجع تاني ثابت. بعد كده 10 باور 5 ده بول هينزلني هينزل تاني بنجري في 20، وبعد كده 0 هرجع تاني كونستنت. تمام، لو حبيت ابص على الفيس بتاعها فانا عندي ال عند اوميجا بي 1، احنا اتفقنا عند اوميجا بي 1 عند ال 10 المفروض هبقى ده ليفت، فده هيقلني من ناقص 90، وعند فاليو البول هبقى ماينس 45. تمام، بعد كده يبقى انا كده هبقى اكمل كده لغايه ما اوصل لناقص 90، بعد كده الالف دي عباره عن ايه؟ ليفت هاف بلين زيرو، هتزودني هتزود الفيز فهيزيد لغايه ما يوصل ناقص 45 عند الفاليو عند الاوميجا زد 1 عند الالف دي المفروض اوصل ناقص 45 هنا لغايه بعد كده ما يوصل للزيرو. تمام، بعد كده عندي ال 10 باور 5 ده ايه؟ بول صح؟ هينزلني تاني ماينس 90، فيبتدي يقل ماينس 90 بحيث ان هو يوصل لماينس 45 عند الاوميجا بي، وبعد كده يكمل ماينس 90. ده ليفت هاف بلين زيرو، احنا قلنا ليفت هاف بلين زيرو بيزود 90؟ الليفت هاف بلين زيرو بيزود 90. تمام، وعند هنا بقى اخر واحده بقى دي بقى الرايت هاف بلين زيرو دي اللي بتقلل،
تمام. عندي اخر زيرو عندي ده رايت هاف بلين زيرو هيقلل ب 90، فال 90 دي هتقل في الاول 45 عند فاليو الزيرو هيوصل ماينس 135، وبعد كده هيكمل لغايه ناقص 108. تمام، في سؤال هنا يا شباب؟ طب لو انا عندي السيركتس بتاعتي بقى هستفاد من الكلام ده ازاي او هطبقه ازاي؟ عندي السيركت بتاعتي بتبقى حاجه عامله كده، تمام. السيركت بتاعتي تبقى عباره عن كذا برانش متوصلين ببعض، فده هيأثر ازاي على البولز بالظبط؟ انا عندي هيبقى كجين، فانا عندي الجين هيبقى في الاخر اللي هشوفه من هنا هيبقى A1 تايمز A2 تايمز A3. تمام، فممكن اقول ان الترانسفير فانكشن بتاعتي هتبقى A1 A2 A3 ديفايدد باي البول اللي هشوفها هنا multiplied بالبول اللي هشوفها هنا multiplied بالبول اللي هشوفها هنا، يعني 1 بلس اس على اوميجا بي 1 في 1 بلس اس على اوميجا بي 2 في 1 بلس اس على اوميجا بي 3. تمام، طب في السيركتس اللي بجد ايه اللي بيخلي دول يظهروا؟ لا مش الريزيستنس، الريزيستنس احنا عارفينها خالص، هي تبقى الار اوت بتاعت البرانشز الوايرنج، وبرضه الريزيستنس دي هتبقى برضه بسبب الوايرنج، البارازيتكس السي جي دي والسي جي اس والكباسنس اللي طبعا طلع من اللود ده، وفي الاخر خالص هنا بيبقى اللود بتاعي. تمام، طب نعم اه بفصل البلوك اللي قبليه ولا يعني بشتغل معاه ازاي؟ يعني مثلا عندي بلوك مثلا ايه في جيت مثلا وبول وزيرو معين وبرضه في بلوك تاني، فانا عايز احسب التاني. انت عايز تحسب، عايز تشوف افكت ده لوحده صح؟ طب في ممكن انت تفصل الريزستنس اللي قبليه والريزستنس اللي قبليه ولا مجرد واخد اللي بعديه بس؟ لا احنا عايزين ندرس الاوتبوت، لو احنا افترضنا ان الدوميننت بول هي الاوتبوت برانش فانت هتدرس هنا بس. تمام، لو بتتكلم عامة فانت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تحسب الفاليو، انت مش عندك الاتش اوف اس دي في اوت على في ان صح؟ طب ادي الفي اوت، وبدل ما تحسب الفي ان اللي هي دي احسبها دي، فهات الفاليو اللي هنا بكام، احسب الفاليو اللي هنا بكام، هتبقى معتمدة على البرانش ده. تمام، والاف والفي اوت اهي، واقسم ده على ده هتطلع افكت الاي 2 بالار سي دول بس. تمام، يعني انا لو انا مثلا عندي اللي هو السيستم اللي ده دي بولز وزيروز عادي هتظهر في هنا، احسبها واي بارازيتكس من الاولاني على الثاني مش هاخدها. لا ما هي ظهرت هنا اهي، فخلاص انت هتاخدها مره واحده بس. تمام، بس هو في الطبيعي بيبقى ان الاوتبوت يعني انت لو هتدرس الامبليفاير ده لوحده في اغلب الاحيان يعني بنحاول نخلي ان هو الاوتبوت برانش هو الدوميننت بول، هنقول ليه قدام، فساعتها انت لو عايز تدرس الايفكت ده بتاع لوحده ممكن تفصل ده كده وتدخل الانبوت على طول هنا. تمام، ده هيبقى طبعا اسهل بكتير في الاناليسيس. تمام، طب امال الزيروز هتظهر فين هنا بقى؟ مش في السيستم ده عامه، امتى الزيروز بتظهر بالظبط؟ لو انا عندي حاجه زي كده ده مثلا سيستم بس سنجل بول امبليفاير، ده سنجل بول امبليفاير اللي هو الاي نود على 1 زائد اس على اوميجا بي. تمام، وده الاوتبوت وده الانبوت، اهو في ان وفي اوت، فالمفروض كده في برانش، واحد اهو من الاوتبوت للانبوت. تمام، لو انا حطيت برانش زياده كي مثلا
تمام. فكده بقى من الاوت للانبوت، من الاوت للانبوت، يا انما همشي هنا يا انما همشي هنا، ده هيعمل زيرو على طول. ازاي؟ لو انا حسبت الفي اوت على الفي انبوت بكام؟ هتبقى كي بلس ايه نود على واحد زائد اس على بي اوميجا بي. تمام. لو جمعت التو تيرمز دول مع بعض يطلع في الاخر كي بلس كي اس على اوميجا بي بلس ايه نود على واحد زائد اس على اوميجا بي، يعني هتبقى ايه نود بلس كي بلس اس كي على اوميجا بي، ونفس الترم ده هنا. تمام. فهنا هيظهر معايا اهو هنا الايه الزيرو. تمام. طب ده في كيس لو انا في سيستم وقاصد حطيت برانش تاني يوصل من الاوت للانبوت. طب في ترانزستور عادي ده الانبوت وده الاوتبوت، فين البرانش التاني؟ سي جي دي. هيبقى عندي هنا برانش ده كده البارازيتيك كاباسنس اللي ما بين الجيت والدرين، دي بتبقى عند الهاي فريكونسي باس تاني من الانبوت للاوتبوت. تمام. فدي اللي بتنتروديوس الزيرو. طب بحسبها ازاي؟ لو انا عايز احسب زيرو بحسبها ازاي؟ ناخدها بمثال لسه. من الرسمة دي كده هخلي هنا الفولت اللي عند الاوتبوت بزيرو والكرنت بزيرو، واحل المعادلات بتاعتي هنا، احل بالكي سي ال عند يعني احاول اطلع كذا ايكويشن بالكي سي ال احولهم احلهم مع بعض لغايه ما اطلع الترانسفير فانكشن بتاعتي. تمام. هلاقي طلع معايا ترم الاس اللي في النيوميريتور، فكده هتطلع زيرو بتاعي. تمام. هناخد عليها مثال، دي هتبقى اوضح بالامثله. انتوا خدتوا ميلر صح؟ تمام. ميلر بسرعه كده، لو سيركت زي دي ممكن اشيل الايفكت ده الكاباستور ده واحط واحد هنا واحد هنا. تمام. ده كان بيبقى السي في واحد زائد الجين، وده سي في واحد زائد واحد على الجين. تمام. فبالتالي ده بيحتفظ بنفس الفاليو بتاعته لكن ده بيكبر. نشوف امتى ايه الابروكسيميشن. انتوا عارفين الابروكسيميشن اللي عملناها في ميلر صح؟ بالظبط. ان احنا الجين بتاعنا اللي هو يعتبر دي سي جين، اللي هو الجين اللي عند فريكونسيز قليله قوي مش بيتغير بالفريكونسي، مش بنكتب يعني الجين ده الايه مش بنكتبه فانكشن في الفريكونسي، ما يبقاش في سي. تمام. طب ناخد مساله كده نحل عليها مثلا. فين ده الطريقه اللي هنحل بيها اللي هشرحها قدام اللي بنطلع بيها اماكن البولز بتطلع ليفت هاف بلين، بس انت لو حسبت ترانسفير فانكشن هتلاقيها في الاخر هتطلع كده. تمام. طب دي يا شباب السيركت بتاعت ده الانبوت اهو وده الاوتبوت. الكباسنس اللي هنا دي لو قلنا ان هي بارازيتك تبقى انهي واحده؟ سي جي اس. وده
السي دي بي صح، من الدرين للبلك. لو احنا افترضنا البلك جراوند دي، فهيبقى سي دي بي تمام. وعندي كاباسيتنس هنا اللي هي السي جي دي، هقسمها بميلر، فيبقى فيه هنا هيتزود على معايا كاب كمان هنا. سي جي دي في واحد زائد ايه، وهنا سي جي دي تمام. طبعا ده ابروكسيميشن، المفروض سي جي دي في واحد زائد واحد على ايه. طب لو حبينا نجيب الجين، الميد باند جين، او اللي هو اللي بيبقى الدي سي جين بتاعنا الاي في نود، هيساوي ايه؟ هو المفروض ان هنا في النجلكت الايفكت بتاع الريزيستنس ده تمام. انا عايز اجيب الجين، سوري، انا عايز اجيب الجين ده بتاع الميلر، فالميلر من هنا لهنا، فيبقى نيجاتيف جي ام ار اوت، بس الار اوت بتاعتي هي الار دي صح؟ الار اوت ار دي بار الار نود، فهي تبقى الار دي، فيبقى نيجاتيف جي ام ار دي. طب عندي كام بول في السيستم؟ السيستم ده فيه كام بول؟ اتنين. اول واحد هنا عشان عندي هنا ار سي، فيبقى اول واحد هنا، وتاني واحد هنا برضه في ار وسي. فلو جبنا اوميجا بي 1 بجيبها ازاي؟ بشوف الريزيستنس اللي عندي. لو بصيت هنا ايه الريزيستنس اللي عندي في السيستم ده، انا بجيب عند السلكه دي، فايه الريزيستنس؟ هل هنا في حاجه شايفها؟ لا، شايف الار اس بس، فهتبقى الار اس، واجمع كل الكباسيتنس اللي انا شايفها بقى، فعندي سي جي اس بلس سي جي دي في واحد، هي كانت الميلر واحد ماينس صح، مش واحد بلس تقريبا، انا عكستها. كانت واحد ماينس، سوري يا شباب، الميلر هنا بتبقى واحد ماينس، عشان كده هنا هتبقى واحد ماينس ماينس جي ام ار دي، فهتبقى واحد بلس جي ام ار دي تمام. فكده اول بول. تاني بول هيبقى واحد على كام؟ ايه الريزيستنس اللي انا شايفها هنا؟ ايه الريزيستنس اللي شايفها من البرانش ده؟ ار دي بارل مع ار نود، فهتبقى ار دي بارل مع ار نود، والكلام ده مضروب في الكاباستنس. هجمع كل الكاباستنس اللي شايفها من هنا، فعندي سي دي بي بلس السي جي دي تمام؟ هنا برضه المفروض انها واحد ماينس واحد على ايه، بس ايه عملناها نجلكشن. طب من هنا تفتكروا مين اللي هتبقى الدوميننت بول؟ هي الدوميننت بول هتبقى اكبر واحده ولا اصغر واحده؟ اصغر واحده. من المنظر ده كده مين ممكن تبقى؟ بالظبط، انا عندي هنا الدوميننت هتبقى ار دي تمام. لو افترضنا ان الار دي قريبه من الار اس في الفاليو تمام، هلاحظ ان هنا عندي السي جي دي مضروبه في جين، فالفاليو دي كبيره قوي، فهلاقي ان في الغالب يطلع دي معايا هي الدوميننت بول تمام. طب والزيرو؟ الزيرو هنا ناخد بالنا ان الميلر افكت من بالظبط من عيوبه ان هو مش بيبين الزيرو اللي هتطلع تمام. الزيرو هتطلع فين؟ الزيرو هتطلع بسبب التو باث، فالباث التاني هو السي جي دي ده تمام. احسبها ازاي؟ احنا ما حسبناهاش هنا. ما حفظنا، بس ممكن نقول جت ازاي. طب فانا برضو دي السيركت بتاعتي برضو هنقول هنا، عشان احنا قلنا عشان نحسب الزيرو بنخلي الفي هنا ايكوال زيرو والاي ايكوال زيرو تمام. طب فلو عايز احسبها
هاخد كي سي ال هنا عند النقطه دي. ايه الكرنس اللي عندي؟ لو خلينا ده في ان ولا ايه كان عملها؟ سوري ده هيبقى في اكس عشان دي اللي طالعه من الريزيستنس اللي جايه من هنا. طب فايه الكر ايه ال ال الكرنس اللي جايه من هنا ايه؟ ايه تاني؟ دي بس هي بس اول حاجه الارنود دي معايا، الارنود هنا بزيرو وهنا بزيرو، فالارنود دي متشاله. انا ناسي الاردرين سوري. بس ما الاردرين هتشال برضو صح عشان في زيرو وزيرو. تمام، فهنا هيبقى عندي لو خدت كي سي ال عند واي عندي في اكس ماينس زيرو، احنا متفقين دي بزيرو، في اكس ماينس زيرو على الريزيستنس بتاعتي اللي هي على واحد على اس سي جي دي، فتبقى في اس سي جي دي ده هو الكرنت من هنا لهنا، مش هو هيساوي الكرنت ده صح اللي هو ايه؟ جي هيساوي جي ام في في اكس، احنا مسميين دي في اكس ودي بزيرو، فهو جي ام في اكس. تمام، بس من هنا يطلع يبقى عندي في اكس اس سي جي دي هيساوي جي ام في اكس، يبقى الاس هيساوي جي ام على سي جي دي، فده الزيرو بتاعي. تمام، طب فين النيجاتيف؟ ليه؟ عشان عندي في اكس ماينس زيرو في اس سي جي في اس سي جي دي هيساوي. نعم، هو انا فرض يا شباب ان الكرنت مشي كده. صح، حد بس مش فاهم ليه كده صح ولا لا؟ عشان لو حد مش فاهم مش لا هي هيطلع رايت هاف بلين. بتساوي نيجاتيف جي ام. طب السؤال اللي كنا سالناه في الاول هنا، ليه انا بحاول اخلي الاوتبوت بتاعي، ليه بحاول اخلي الاوتبوت بول بتاعي في الكيس دي هيبقى البول نمره 2، بحاول اخلي ده الدوميننت. ليه انا بحاول دايما اخلي حاجه زي كده تحصل؟ هو انا لو طلعت في انتوا شفتوه في الميدتيرم الجين باندويث، الجين باندويث ده بيبقى ايه؟ الجين مضروب في الباندويث صح؟ انت عندك لو شفت الفريكونسي ريسبونس بتاع اي سيركت احنا عايزينه دايما يطلع كده، اول بول اهو وتاني بول اهو، يبقى بعد الزيرو دايما عايز اخلي اي سكندري بولز تطلع بعد الزيرو. تمام، النقطه دي بسميها اوميجا يونيتي. اوميجا يونيتي يعني الفريكونسي اللي عندها الجين وصل واحد. بس السؤال بقى، هل دي دايما هتساوي؟ هو في الكيس دي، في الكيس دي الاوميجا يونيتي عباره عن ايه؟ هتبقى الاي في نود اللي هو الجين، هتبقى الجين باندويث هيبقى الجين في الاوميجا بي 1 صح؟ في الاوميجا بي 1 انت قايل البروف بتاعها كان ايه؟ كان هنا، ممكن نبقى نبص عليه في الاخر. طب ده هيبقى اسمه الجين باندويث. لو ده الاوتبوت بول بتاعي، هو الباندويث بتاع السيركت ايه؟ الباندويث هنا واحد على اوميجا بي 2 صح؟ اهي سوري الباندس هو اوميجا بي 2 صح؟ فالباندس عندي اوميجا بي 2. طب هل الجين باندويث هو المفروض كده اوميجا بي 2، بس الاوميجا يونيتي هتبقى اي نود في اوميجا بي 1. نعيدها تاني دلوقتي، الجين باندويث هو جين تايمز باندويث صح؟ الجين عندي هو الايه
والباندوث عندي هم هو اوميجا بي سوري الباندوث عندي هو اوميجا بي 2 الباندوث. فيبقى ايه اوميجا بي 2 تمام؟ نعم؟ ايوه انا بتكلم ال ال الباند ال اه سوري سوري اوميجا بي 1 مش فاكر النقطة اللي كنت عايزها كانت راحت. ايه صح بس انا كنت فاكر طب خلاص خلي النقطة دي هتيجي قدام. كان ساعتها هيبقى بالظبط ده اللي كنت بحاول اوصل له. الانبوت دومينت مش هتطلع جي ام مع سي ال بالظبط. خلينا طب خليها دي نقولها في الشيت دي هتبان في الشيت. خلينا نقولها في الشيت بس هو صح. هنا الباندوس هيبقى الاوميجا بي 1 دي هي هتبقى الباندوس بتاعي. ففي الفريكونسي ريسبونس انتوا صح هتبقى هنا دي اوميجا بي 1 واللي هيطلع بعد كده ده هيبقى الاوميجا بي 2 عشان عندي هنا دي مضروبه في جناحي صح. خلينا ندخل انتوا عارفين ازاي تجيبوا الماجنتيود والفيز صح ولا لا؟ اللي هو بتبقى سكوير روت لو انت بتاخد ال بالظبط. لو انت عايز تجيب الماجنتيود هيبقى الاي نود مثلا وهي هتاخد سكوير روت الزيروز على سكوير روت البولز دي عارفينها صح؟ والفيز هيبقى 10 ماينس 1 الزيرو وماينس 10 ماينس 1 البولز. عارفين المعلومات دي صح؟ تمام. دي مهمه. احنا انتوا قلتوا لي انتوا خدتوا في المحاضره ان الجين باندوس بتاعي في الاخر هو لو احنا خدنا امبليفاير عادي فانا عندي الجين جي ام ار او ار نود لو افترضنا ان هو امبليفاير بايديال كرنت سورس تمام. فعندي الجين جي ام ار نود والباندويث 1 على ار سي ال ار نود سي ال صح. فكده الجين باندوس بتاعي هيبقى جي ام على سي ال. لما اضرب دول في بعض الارنود هتروح مع الارنود يبقى جي ام على سي ال. سؤال بقى لو انا عايز اعلي لو سي ال زادت لو انا عايز هنا بقول سوري الار لو الار نود دي زادت او مش ار نود ثانيه لو الار نود زادت ايه اللي هيحصل في السيركت عندي؟ الجين هيزيد الباندويتس هيقل الجين باندويتس هحافظ عليه هو هو صح. طب لو انا عايز ازود الجين واحافظ على الباندويتس هو هو اعمل ايه؟ هزود الجي ام. ازود الجي ام ازاي؟ يبقى انا لو انا عايز ازود الجين بس الباندويتس كونستانت هزود الجي ام تمام. الجي ام ممكن ازودها ازاي؟ حاجتين يا اما ازود مثلا دبليو على ال او ازود الفي اوفر درايف صح. مش تو كيسز دول هيزودوا لي جي ام. ايه عشان هي واحده على لامدا اي دي يعني. خلينا نفترض ان الار نود دي ار دي. خلينا نفترض ان هي ار دي عشان نسهل الدنيا تمام. طب فهي هو صح انت كلامك صح. اي تغيير في الفي اوفر درايف او الدبليو على ال ما هياثر في الكرنت فبالتالي هياثر في الـ في الـ في الار نود فهتبقى عباره عن ريشيو زي ما سالت الميد تيرم. بس لو افترضنا ان هي ار دي فلو ار دي لو انا زودت الدبليو على ال خلاص هزود الجي ام صح. بس ايه اللي هخسره بقى؟ اريا باور عشان جي ام زاد. ماشي. ولو الدبليو على ال دي زادت قوي ما دي بارازيتك كاباسيتنس
تمام؟ فممكن البارازيتكس هنا لو زادت قوي تبتدي بقى هي كمان ايه تاثر في الباندويتس. احنا عارفين هو الباندويتس هنا اصلا بيبقى مينلي متاثر بالايه بالسي ال، بس لو انا حطيت سايز كبير قوي للترانزستور ده هبتدي الاقي البارازيتك كباسيتس ال دبليو ال بدات تاثر معايا مع السي ال، بالذات لو سي ال صغيره شويه. نعم طب ما انت اي واحده من دول بتزيد انت قصدك تزود تقلل ال يعني فتزود الريشيو ممكن، بس ما انت بتزود الدبليو برضه هتحتاج تزود الدبليو قدام. يعني انت لو حطيت ال دي بمينيمم ال مينيمم لو عايز تكبر جي ام اكتر هتحتاج برضه تكبر الدبليو لسه. تمام فهو صح احنا عشان نحاول نجيب جي ام عاليه بنحاول نقلل ال ال لو انت عايز كمان تجيب سبيد عاليه، بس لو زودت الدبليو بزياده قوي هتلاقي البارازيتك معاك بدات تاثر على السي ال. تمام ايه تاني؟ الفي اوفر درايف. الفي اوفر درايف لو زودتها هكسب ايه واخسر ايه؟ هكسب ايه؟ طبعا كسبت جي ام اكتر، كسبت جين اعلى ومحافظ على الباندويث. وهكسب ايه تاني لو فاكرين الفي اوفر درايف برضه هتنفعني في ايه تاني؟ ماشي ما احنا قلنا كبرنا الجي ام فكبرنا الكرنت في لينياريتي، كسبت الانبوت لينير رينج. الفي انبوت لينير رينج بتاعي هيزيد، بس هخسر في ايه بقى؟ الفي اوفر درايف لما تكبر الاوتبوت سوينج، فالاوتبوت سوينج هيقل. تمام طب ممكن نبص على اول مساله في الشيت. اول مساله في الشيت كان مديني السيركت دي تمام، مديني السورس فولور ده وبيقول لي احسب له الاوت امبيدنس، وكاتب برضو في اخر سؤال بيقول الايكويفالنت اندكتانس بتاعت الاوتبوت. تمام يعني هو الامبيدنس ده هيظهر معايا برضو كافكت اندكتور، عايزين نشوف ازاي او ليه ونحسبه هيبقى بكام تقريبا. طب هل هنا هينفع سؤال، هنا ينفع اعمل ميلر؟ ينفع اعمل ميلر افكت هنا؟ لا ليه؟ الميلر افكت بيبقى حاطط في حسابه ان الدي سي جين اللي هو هنا انا بقسمها 1 على 1 ماينس ايه وهنا 1 على 1 ماينس 1 على ايه، ان الايه ده رقم كبير صح؟ السورس فولور الجين بتاعه تقريبا بكام؟ بواحد، فبالتالي الميلر الابروكسيميشن هنا مش فاليد، فهضطر اعملها ازاي؟ بسموث سيجنال موديل. فهرسم السموث سيجنال موديل بتاع ده طب ادي كده السمول سيجنال موديل بتاعي، عايز احل كي سي ال، هطلع الاي اكس تمام هيساوي كام؟ الاي اكس هو الاي اكس طالع لفوق كده والكرنت ده داخل كده والكرنت ده داخل كده تمام،
فهقول اي اكس المفروض ان اي اكس بلس ده بلس ده يكوال 0، فاي اكس بلس ده بكام؟ جي ام في جي اس صح؟ جي ام في جي اس بلس الكرنت اللي ماشي هنا. الكرنت اللي ماشي هنا هيبقى بكام؟ في جي اس في اس جي اس صح؟ فهتبقى في جي اس اس سي جي اس ايكوال 0. فدي كده اول ايكويشن، اول ايكويشن الترم اللي عندي اللي عايز اصلحه او اطلع له فاليو يعني ال في جي اس. تمام، انا من هنا ممكن اطلع ان اي اكس فكده ده ترم الاي اكس. تمام كده بقى نيجاتيف او الاي اكس هتساوي نيجاتيف في جي اس في جي ام بلس اس جي اس. اطلع بقى الفي اكس، الفي اكس عندي هتساوي كام؟ الفي اكس هو الفولت من النقطه دي لغايه الجراوند، هنا يساوي كام؟ نيجاتيف في جي اس صح، من هنا لهنا نيجاتيف في جي اس صح، ومن هنا لهنا كام؟ الكرنت، الكرنت اللي كان ماشي هنا اللي هو في جي اس في اس سي جي اس في ار اس، وحطيت نيجاتيف بس عشان احنا ماشيين ايه ماشيين كده بدل ما هو كرنت انا كنت حاسبه ماشي كده. تمام فدي كده مفهومه. طب فدي برضو ادي كده ايكويشن، دي ممكن نكتبها الكلام ده هيساوي نيجاتيف في جي اس في 1 زائد اس سي جي اس ار اس. تمام يبقى عندي كده الار اكس هتساوي ايه؟ الفي على الاي هتساوي 1 زائد اس سي جي اس ار اس على الكرنت اهو جي ام بلس اس سي جي اس. تمام هيطلع معايا زيرو ويطلع معايا فول. طب في سؤال؟ طب خلينا نرسم كده، لو انا عايز اتخيل الفريكونسي بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ عند فيري لو فريكونسي وفيري هاي فريكونسي، عايز اشوف الايفكت هيظهر ازاي. لو انا شغال من هنا الفريكونسي قليله قوي فالاس بزيرو، فكده الار اكس هتبقى بكام؟ نشوف ده هيتشال وده هيتشال تبقى 1 على جي ام، فهيبقى عندي هنا 1 على جي ام. طب لو الاس زادت قوي هيبقى بار اس، جربوا زودوا الاس دي كبيره قوي ده هتعملوا نجلكت وده هتعملوا نجلكت، اس جي اس هتروح من اس جي اس يتبقى الار اس. تمام فهتلاقي ان الايفكت بتاعه ظهر كده، فدي كده الزد اوت. تمام وده ار اس. موضوع ان انا الاوتبوت الاوتبوت ريزيستنس بتاعتي او الاوتبوت امبيدنس بتاعتي زادت مع الفريكونسي، ده كده بيعمل الاندكتنس افكت. تمام ده بيبقى اسمه اكتف اندكتور، ان انا عملت اندكتور من غير ما احط اندكتور بايديا. طب لو انا عايز ارسم الاندكتور بجد هيبقى ايه؟ هرسم ايكويفالنت سيركت. انا عايز سيركت عند اللو فريكونسي تبقى 1 على جي ام، عند الهاي فريكونسي تبقى ار اس صح؟ فهرسم فريكونسي بريزيستنس هنا كده اسمها 1 على جي ام، واحط الاندكتور بتاعي واحط هنا ريزيستنس، وعايز احسب الاوتبوت الزد نود من هنا. تمام طب هنقول دلوقتي انا عايز اطلع فاليو الاندكتور اللي السيركت دي بتعمله. تمام السيركت دي بتعمل افكت اندكتور، الاندكتور بتاعته بكام؟ نعم اسلوب ايه؟ ماشي بس اللاين ده انا قايل ان عند فريكونسيز عاليه قوي هيبقى تقريبا بقى رئيس، انا مش قايل دي بكام بالظبط.
فعايزين نطلعها اناليتيكال مش جرافيكال. ما انا هقول دلوقتي انا عايز احقق السيركت دي. تمام، السيركت دي بتقول عند اللو فريكوانسي، لما الفريكوانسي تبقى قليله قوي، الاندكتور ده بيبقى اس ال صح؟ فعند الفريكوانسي القليله قوي ده بيأكت عند زيرو، ده هيأكت ازاي؟ شورت سيركت صح؟ هيعمل شورت على الريزيستنس دي صح؟ فالاوتبوت هشوفه بكام؟ واحد على جي ام. طب لا دلوقتي الاندكتور ده بقى الفريكوانسي بتاعته كبيره جدا انفينيتي، فهيبقى ايه؟ اوبن سيركت صح؟ خلينا نسمي دي كده ار 2 مثلا. فيبقى الاوتبوت بتاعي عباره عن ايه؟ واحد على جي ام زائد ار 2. يبقى عند اللو فريكوانسي الار هتساوي واحد على جي ام، عند الهاي فريكوانسي الار بتاعتي هتساوي واحد على جي ام بلس ار 2، ودي تساوي ار اس صح؟ ان هي احنا قايلينها بتساوي ار اس. فيبقى الار 2 عباره عن ايه؟ ار اس ماينس واحد على جي ام. فكده طلعت فاليو للار 2. طب انت عايز اخد معايا، مش عايز اخد بقى ايه عند الهاي واللو عموما بالفريكوانسي هي معايا الار او الار او دي تساوي ايه او زد اوت بقى هنا السيركت دي كده الزد اوت بتاعها هيساوي ايه؟ واحد على جي ام بلس اس ال اس ال سوري اس ال بارل مع ار 2 صح؟ تمام. واحنا قايلين ان السيركت دي ايكويفالنت لمين؟ لدي صح؟ للاندكتور اللي طلع من هنا. فهساوي الزد اوت دي بالزد اوت اللي انا حسبتها هنا، هساوي دي بدي تمام عشان اعرف اطلع فاليو ال دي هتبقى بكام. مفهوم الحته دي ولا لا؟ ال في الاخر هتطلع عامه لو احنا سويناها ومشينا وراها تطلع سي جي اس على جي ام فار اس ماينس واحد على جي ام. مفهوم يا شباب الجزء ده ولا حد ملخبط فيه؟ اعيده تاني. دلوقتي احنا وصلنا لغايه هنا تمام، طلعنا الزد اوت بتاع السورس فولور ده، ولما رسمنا عايزين نعرف افكت الافكت بتاعه هيبقى كروس فريكوانسي، لقينا عند اللو فريكوانسيز قوي هيبقى في الاوتبوت امبيدنس بتاعتي واحد على جي ام، ولما بقى عند هاي فريكوانسي قوي بيبقى الامبيدنس بتاعتي ار اس. فقلنا افكت ان الاوتبوت امبيدنس تتغير مع الفريكوانسي بزياده انها تزيد فجاه، ده كده اندكتور. طب اندكتور يا ترى الفاليو بتاعته بكام؟ فعشان اطلع اندكتور محتاج ارسم سيركت تطلع نفس الترانسفير فانكشن دي تمام، باستخدام ريزيستنس واندكتورز. طب فانا عارف ان عند اللو فريكوانسي الريزيستنس بتاعتي 1 على جي ام، فهحط هنا ما بين عند التو نودز اللي عايز اقيس عندهم اللي هم دول هحط 1 على جي ام، وانا عارف ان الاندكتور عند اللو فريكوانسي بيبقى شورت سيركت، فهحط اندكتور عادي سيريس كده هيبقى ايه؟ شورت سيركت لما ايه؟ لما يبقى الفريكوانسي قليله تمام. فحتى لو الار 2 مش معايا كده السيركت دي بتحقق ان عند اللو فريكوانسي 1 على جي ام صح؟ طب عند الهاي فريكوانسي، عند الهاي فريكوانسي ده هيبقى اوبن سيركت، محتاج ازود كومبوننت تاني يخلي الواحد على جي ام دي توصل لار اس، فاروح مزود ريزيستنس كده بارل تمام. دي مش هيظهر الافكت بتاعها الا لما يبقى ده اوبن سيركت، واحط الفاليو بتاعتها هنا ار اس ماينس 1 على جي ام. فعند الهاي فريكوانسي هتطلع الامبيدنس اللي انا عايزها. بس كده انا حققت ده، جبت الفاليو بتاعت الار دي والار دي، ال دي بكام؟ ان انا في الطريقه اللي حليت بيها دي مره فرضت فيري لو فريكونسي ومره فرضت فيري هاي فريكونسي، لكن ال اللي هحطها بكام؟ فعشان اعرف احطها بكام اجيب الزد نود هنا جنرال كيس مش عند فريكونسي معينه، هيطلع بالمنظر ده 1 على جي ام بلس ده بارل ده تمام؟ والزد نود دي المفروض انها تساوي الزد نود بتاعت السيركت دي، ان هما الاثنين ايكوفرنت لبعض صح؟ فاساويهم ببعض، اساوي دي بدي واطلع ال ال بكام؟ الاقي ان ال ال في الاخر طلعت معايا بالترم ده تمام؟ حاجه زي كده هتفيدني ازاي؟ بالظبط، انا لو بعمل سيركت عايز افكت الاندكتور يظهر فيها في سيركتس محتاج اعملها
ببقى عايز ترانسفير فانكشن بتاعتي تبقى كده وتطلع كده، تمام؟ دي مثلا سيركت اسمها او ترانسفير فانكشن، دي بتتعمل سيركت زي السي تي ال اي. دي سيركت بعملها ليه؟ ان انا عايز احط هنا مثلا 0 دي بي واحط عند فريكونسي معينه 10 دي بي مثلا، تمام؟ فانا ببقى عايز كل الانبوت اللي داخل لي ده انا مش عارف الفريكونسي بتاعته بكام، بس انا مهتم بس بالجزء الاف بتاعه، فده اللي بديله جين، واي حاجه تاني انا مش عايز تعدي زي ما هي، تمام؟ دي بتبقى حاجه بتستخدم في الايكولايزيشن. لو انا عندي داتا جايه كلها نويز بس انا عارف ان الجزء المهم من الداتا عند اف، فده اللي بكبره بس. طب عند السبيدز العاليه قوي بيبقى صعب قوي ان انا احقق الشكل ده بترانزستورز وريزيستنس بس. ممكن اعمل ايه؟ ممكن احط اندكتور، صح؟ مش احنا عارفين قلنا هنا الاندكتور بيعمل بيكنج، فحط اندكتور يعمل بيكنج. بس بما ان انا مش مهتم يعني مش عايز البيكنج يبقى كده، فمش مهتم ان البيكنج يطلع شارب او ان الكواليتي فاكتور تبقى عاليه، فممكن عشان اقلل الاريا، ان الاندكتورز دي اكتر حاجه بتاخد اريا في السيركت، تمام؟ عشان اقلل الاريا بدل ما احط اندكتور بجد احط اكتف اندكتور، بس الفاليو بتاعته ال بتاعته انا محتاج احطها في سيركت عندي، فمحتاج ابقى عارفها. فاحسبها ازاي؟ احسبها من ده، تمام؟ فده كده احد الاكزامبلز اللي هيخليني استخدم اكتف اندكتور. ده كده اول سؤال في الشيت. تاني سؤال، تاني سؤال هو عايز يحسب الانبوت امبيدنس بتاعت السيركت دي. ونجلكت التشانلنس موديليشن، تمام؟ طب ارسم السموث سيجنال موديل بتاعي، ده هيبقى عندي جراوند، انا عايز احسب الفي ان هنا والاي ان، ده سي 1 ده سي 2، ده هنزل كده جي ام في جي اس، ومش هنزل ار عشان هو قال نجلكتد شانل اسمه ديليش. طب من هنا نسمي بس النوت دي في اكس. طب عايز اطلع ايكويشنز احل بيها المساله دي، من هنا كده في ان ماينس في اكس، في اس جي في اس سي 1، سوري في اس سي 1، نعم؟ حد بيسأل حاجة؟ في اس سي 1 ده عبارة عن ايه؟ الاي ان، صح؟ ده هيساوي الاي ان، هيساوي ايه برضو؟ هل انا عندي كرنت ماشي هنا؟ لا، فده هيساوي في اكس ماينس 0 في اس سي 2، صح؟ هيساوي في اكس ماينس 0 في اس سي 2. ال في اكس عندي ده، ال في اكس بيساوي ثانية واحدة، ال في اكس من هنا، سوري من هنا كده، معلش انا بس نسيت في حاجة، نعم؟ فين الشنطة اللي على الاوتبوت؟ تمام؟ طب والاي ان برضه بتساوي ايه؟ بتساوي جي ام، والفي جي اس عندي بكام؟ في اكس، صح؟ فجي ام في اكس. احل المعادلة دي مع دي مثلا، هنا عندي ممكن من هنا اطلع ان الفي اكس
هتساوي اي ان على جي ام، اعوض بيها هنا، فبقى عندي ايكويشن فيها الاي ان وفيها الفي ان. تمام، يطلع اي ان في 1 زائد اس سي 1 على الجي ام هتساوي احنا قلنا ايه، اي ان هتساوي في ان ماينس الفي اكس اللي هي ثانية واحدة. فين جراوند؟ معلش هي دي اوبن سيركت، سوري هي دي مش جراوند. ان هنا انا عندي هنا كان ايديال كارنت سورس. انت باصص على رسمه ثانيه، انا بحل مساله جديده. المساله بتاعتي كانت يعني كان في هنا كده كارنت سورس وفي دي دي، وبقول احسب الانبوت امبيدنس بكام. تمام، فهي مساله مختلفه. فكده من هنا في ان اس سي 1 ماينس اي ان على جي ام في اس سي 1 بيساوي اي ان. تمام، كل اللي انا عملته ان انا شلت الفي اكس اللي هنا وحطيت مكانها اي ان على جي ام. نحل كده، انا عندي ايكويشن ما فيهاش غير في ان واي ان، احلهم مع بعض، احل هنا دي اطلع الزد ان في الاخر، تطلع بواحد على اس سي 1 بلس واحد على جي ام. تمام، في سؤال هنا يا شباب؟ طب المسألة اللي بعدها ما هو القلم للأسف هحاول أضغط عليه أكتر، أو استنى المسألة اللي بعدها كانت فين؟ دي؟ دي ممكن نشيلها خلاص. صح. دي المسألة اللي بعد كده يا شباب، بعد ما رسمت لها اسمه سيجنال موديل، هو عبارة عن انفرتر وحطينا كاباستنس هنا وكاباستنس هنا، وعايزين برضه نحسب الزد ان، بس المرة دي قال خد معاك التشانل لينس موديليشن في حسابك. تمام، فهتلاقي معايا ار او 1 وار او 2. طب نعم، احنا عايزين نجيب ريزيستنس، عايزين سوري نجيب امبيدنس. انت عايز تحلها بالفيدباك؟ هو انا شايف السمول سيجنال موديل هتطلع اجابه اسهل، يعني ممكن ممكن تمشيها فيدباك ان هو ده هيعمل فيدباك ما بينهم، ممكن بس بكيف ال كيو سي ال تتحل برضه. واحنا لو تفتكر في شيت 1 او 2 مش فاكر، حلينا مساله مرتين كده، مره بكيف ال كيو سي ال ومره بالفيدباك، والاثنين طلعوا نفس الاجابه، فالاثنين صح. تمام، بس هنا لو بصينا عليها كيف ال كيو سي ال، عندي اول حاجه
الاي ان هتساوي ايه؟ في ان ماينس في اكس في اس سي 1 صح؟ طب وبرده لو بصيت ثانيه لو عايز اجيب ايكويشن ثانيه للاي ان بقى هنا انا عندي الاي ان في حاجه هتمشي هنا؟ لا ولا هنا كله هيمشي هنا تمام؟ فهتبقى ايه؟ الاي ان هتمشي كده فهتبقى في اكس ماينس في اوتبوت انا نسيت اكتب ان دي في اوتبوت سوري معلش فهتبقى في اكس ماينس في اوتبوت اس سي 2 وبعدين ده كده اللي مشي هنا بعد كده هيحصل ايه؟ هتتقسم صح؟ ثانية واحدة ثانية واحدة تقريبا عملت حاجة غلط اه سوري سوري هي دي كده ايكويشن خلاص ان هي في اكس ماينس في اوتبوت ده كده الاي ان تمام برضو الاي ان الكلام ده هيساوي برضو جي ام 2 في اكس بلس جي ام 1 في اكس بلس في اوتبوت على ار 2 بلس في اوتبوت على ار اول تمام كده انا طلعت ثلاثه ايكويشنز ادي واحد ادي اثنين وادي ثلاثه تمام من دي من الايكويشن دي اقدر اطلع الفي اكس بكام صح ان ترمز اوف في اوت تطلع معايا الفي اكس هتساوي في اوت بلس واحد على اس سي 2 تمام انا نسيت الاي ان اه سوري دي اي ان انا بس بفكر انا عندي هنا في اكس وفي اوت وعندي هنا في اكس وعندي هنا في اكس وفي ان انا عايز اشيل الفي اكس دي تمام فممكن هنا اخلي الفي اوت هي اللي تمسك في اكس فتطلع الايكويشن دي كلها in terms of لا شباب انا اسهل لي معلش انا اسهل لي هنا انا في الايكويشن دي اخلي هنا الفي اوت هي اللي تساوي في اكس ماينس اي ان على اس سي 1 اس سي 2 سوري وعوض هنا اشيل كل في اشيل اثنين في اوت دول واحط مكانهم الترم ده فيطلع عندي في الايكويشن دي اي ان وفي اكس تمام اقدر اطلع من هنا الفي اكس ان ترمز اوف اي ان صح تاني من الايكويشن دي عندي في اكس وفي اوت هخلي الفي اوت هي ان ترمز اوف في اكس واي ان تمام همسك بعد كده الاثنين في اوت دول اشيلهم واحط مكانهم دي تمام يبقى الايكويشن دي بقت عباره عن ايه اي ان وفي اكس هخلي الفي اجيب بقى الفي اكس ان ترمز اوف اي ان من هنا واشيل الفي اكس دي واحط الايكويشن بتاعتها هي تطلع الستبس طويله قوي بتاعتها هتطلع في الاخر يعني انا هحل الثلاثه دول مع بعض هطلع في الاخر زد ان تمام تطلع دي معايا الايكويشن في الاخر لما احل الثلاثه ايكويشنز دول مع بعض حد عنده سؤال هنا يا شباب في حاجه اعيدها اعيد الحته دي تاني لو كنت لخبطتكم هنا
اخر مساله في كويشن 2، هو كويشن 2 ثلاث اي بي سي، فمساله سي دي المساله يا شباب. وهنا عايز اعمل نجلكت للشانل لينس موديليشن، تمام؟ دي هتبقى اسهل من اللي فاتت. دي لما اعمل لها السمول سيجنال موديل، امسح ده، اسمي النود دي في اكس، ودي هتبقى جي ام في جي اس. طب برضه لو انا حليت، ودي الاي ان اهي، لو انا حليت كي سي ال، الاي ان عندي بتساوي ايه؟ سوري نيجاتيف جي ام في جي اس، صح؟ طب والفي جي اس بكام؟ في اكس ماينس في ان. طب وال الفي اكس لو عايز اطلع لها ايكويشن ممكن اقول ايه؟ مش انا عندي الكرنت اللي الكرنت اللي هيبقى ماشي هنا هيبقى ايه؟ ماينس جي ام في جي اس اللي هي الاي ان، صح؟ فهيبقى اي ان في اس سي 2، صح؟ شيل كده، طلعت الفي اكس، الفي اكس هيبقى الكرنت اللي ماشي هنا في سوري على اس سي 2، سوري اي ان على اس سي 2 اهي، عشان في اكس ماينس 0 هتساوي الكرنت على اس سي 2، تمام؟ احل الاثنين دول مع بعض، اطلع على طول ان الزد ان هتبقى 1 على جي ام بلس 1 على اس سي 2، تمام؟ في سؤال هنا ولا تمام؟ انهي واحده؟ دي الاي ان اهي عكس الفي جي ام في جي اس، والفي جي اس هي في اكس ماينس الفي ان، تمام؟ اخر مساله هنشوفها النهارده. نعم، الكرنت عندي الاي ان ده مش هو اللي هيمشي معايا لغايه هنا، صح؟ في باز اهو يمشي فيه لغايه هنا، الاي ان اللي هو نيجاتيف جي ام في جي اس. طب مش انا عندي في ايكوال اي ار، الار عندي بكام؟ 1 على اس سي 2، فتبقى في اكس ماينس 0، يعني الكرنت هو هو كده، تمام؟ ما هو ماشي كده الجي ام في جي اس، الاي ان هو عكس جي ام في جي اس، تمام؟ يعني الايكويشن دي كان ممكن اكتبها احط بدل اي ان نيجاتيف جي ام في جي اس.
ليه؟ هو قال نجلكت الارنود. هو في السؤال حاطط ان اللامدا ايكوال زيرو، تمام؟ ده ولا ده؟ ده سي 2 عايزه تحليها بالميلر وتجيبي زد انبوت. ممكن نجرب ونشوف، بس انا فاكر ال لا لا مش هجربها دلوقتي، ممكن تجربوها وتشوفوا، مش هجربها دلوقتي. لا لا، ان احنا نحل دي بميلر، نفك السي 1 ميلر هنا وميلر هنا، اساس احنا عايزين الان سي 2، سوري انا اسف، سي 2 مش ده سؤالك؟ السي 2 الجين جي ام، بس انت عندك هنا الجين بكام؟ ما هنا الار نود نجلكتد، فهيبقى صعب تحليها بميلر، تمام؟ طب اخر سؤال هو، لا ما تقولش خالص، السؤال ده جايب ال 5 او تي اي وعايز يطلع الزيرو، مكان الزيرو هيبقى فين؟ جي ام على ايه؟ اشمعنى؟ طب خلينا نشوف قبل ما نجيب الزيرو، تعالوا نجيب البولز. البولز سهله، عندي اللي عند الاوتبوت خلينا نسميها اوميجا واي، هتساوي ايه؟ واحد على سي واي في الار اوت بار الار اوت، صح؟ فهتبقى واحد على سي واي في ار او بي بار مع ار او ان، تمام؟ طب الاوميجا انا هنا بس شباب، انا عامل ان السي واي دي شايله كل البروسيس جواها، تمام؟ طب الاوميجا اكس، الاوميجا اكس هتساوي ايه؟ واحد على سي اكس في ار نود بار الواحد على جي ام، صح؟ اللي هي تقريبا واحد على جي ام، في واحد على جي ام، يعني هتساوي جي ام على سي اكس. فهل الباشمهندس قال ان الزيرو برضه جي ام على سي اكس، هل الاثنين هيكنسلوا بعض؟ الضعف، عايزين نعرف بقى ازاي. هي المفروض ان هي لما نيجي نحسبها هتلاقي انها هتطلع 2 دبليو اكس. هقول هنشوف دلوقتي ازاي. هنا هيبقى اسهل ان احنا عشان نحلها نجيب الترانسفير فانكشن. انا عندي هنا في اي دي على الاثنين، وعندي هنا نيجاتيف في اي دي على الاثنين، فاجيب ترانسفير فانكشن بتاعتي من الباس ده ان انا السيجنال بتاعتي تمشي كده لغايه الاوتبوت، والباس ده ان السيجنال عندي تمشي كده من هنا، تمام؟ فعندي اول واحده ده باث 1 وده باث 2. طب في 1 الفي اوت بيساوي ايه؟ انا عايز اعملها هو انا هنا من الانبوت هنا للاوتبوت هنا شايف ايه؟ جين بنيجاتيف جي ام ار، سوري مش نيجاتيف، جين بجي ام ار اوت، صح؟ يعني هيبقى الانبوت بتاعي هو نيجاتيف في اي دي على الاثنين في جي ام ار او بارل مع ار او،
في نيجاتيف. تمام. طب ده كده لو انا بتكلم على الميد باند جين او الجين الدي سي. انا دلوقتي بتكلم على جين اكروس الرينج اوف فريكوانسيز، فانا هنا شايف انهي بول؟ سي واي صح؟ الاوميجا واي، فهتبقى على 1 بلس اس على اوميجا بي واي. تمام؟ طب اجي للي بعده، الباص الثاني، الفي اوت بتاعتي بتساوي كام؟ خلي دي في اوت داش دي دبل داش. الفي اوت بتاعتي هنا هنا بتساوي ايه؟ من هنا لحد هنا شفت كام بول؟ اثنين. الاثنين صح؟ شوف عديت هنا في الاول الانبوت من هنا لهنا شاف البول دي، وبعدها الانبوت من هنا لهنا شاف البول دي صح؟ فيبقى عندي كده الـ A2 اللي انا لسه مش عارفها، تمام، على 1 زائد اس على اوميجا بي اكس في 1 زائد اس على اوميجا بي واي. تمام. طب ال A2 دي ممكن اكتبها بايه؟ طبعا هنا كل ده مضروب في في اي دي على الاثنين عشان ده الانبوت يعني. تمام. ال A2 دي ممكن تبقى ايه لو انا سمينا دي في اكس؟ مش انا ممكن اكتبها في اوتبوت على في اكس في في اكس على في اي دي على الاثنين صح؟ مش انا عايز الجين بتاعي من هنا لحد هنا، فاقسمه كده في اوتبوت على في اكس في اكس على في اي دي على الاثنين. في اوتبوت على في اكس ده هيساوي ايه؟ في اوتبوت اهو والفي اكس اهو، ده ايه؟ كومن سورس، سورس ده بيموس صح؟ كومن سورس عادي. فيبقى نيجاتيف جي ام 4 لو جي ام بي يعني في ار او ان بارل مع ار او بي. تمام. الفي اكس مع الفي اي دي على الاثنين، لو ده الانبوت في اكس وفي اي دي على الاثنين تبقى بكام؟ نيجاتيف جي ام في الار اوت، الار اوت كام؟ من هنا لحد هنا واحده جي ام، فدي نيجاتيف جي ام ان على جي ام بي. تمام. هضرب الاثنين دول في بعض تطلع ال في كده يطلع الفي اوت، بس امسح هنا يبقى الفي اوتبوت دي الفي اوتبوت دبل داش هتساوي في اي دي على الاثنين نيجاتيف جي ام ان في الار او ان بارل مع ار او بي على 1 زائد اس على اوميجا بي اكس في 1 زائد اس على اوميجا بي واي. تمام. ليه مفيش نيجاتيف؟ ما هنا في نيجاتيف. لا احنا بنتكلم هنا هنا. ايوه عشان نيجاتيف تايمز نيجاتيف فمفيش نيجاتيف. هو صح. مفيش نيجاتيف. تمام. طب بعد كده نجمع دي مع دي فالفي توتال ناخد دي الاول يا خلاص الماينس مع الماينس هتروح هنا جي ام 2 جي ام ان ار او ان بارل مع ار او بي على 1 زائد اس على اوميجا بي واي زائد
دول لو حليناهم مع بعض يعني نجمعهم مع بعض نحلهم مع بعض، هيطلع في الاخر ان النيوميريتور اللي عندي فوق هيطلع 2 زائد اس على اوميجا بي اكس، تمام؟ ده هيطلع الجزء النيوميريتور اللي فيه الاس عندي كده. يبقى عندي الاس هتساوي ناقص 2 اوميجا بي اكس، تمام؟ امشوا امشوا، بس انتوا بس محتاجين تجمعوا الاثنين دول. في حد عنده سؤال يا شباب؟ فكده جبنا مكان الزيرو. بس المسألتين الجايين بقى 4 و5 دول خلوهم المرة الجاية.